حبايبنا في الأردن، الله يسعد قلوبكم. أحباب قلبي في أرض الرباط، بالعام وأنتم بألف خير يا أحبابي. رب إن شاء الله يفرجها علينا وعليكم جميعا. وبحدي هاي التحية لكل شخص موجود في الأردن الغالي، وبقول يا الشاعر بالشعر، يا الشاعر بالشعر قول سينا وزين قوافل الفن زينا. يا ابو الموجودين في الأردن أجمل تحيات زينا، لو يا مرحب بالناس الطياب. عيني 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 يا باي، حلو العتبة بس بدها بجنى، حلو العتبة بس بدها بجنى. ربي يسعدهم أحبابي في الأردن، أحبابي في سوريا، أحبابي في العراق، أحبابي في اليمن، أحبابي في مصر، أحبابي في ليبيا، أحبابي في تونس، أحبابي في الجزائر، أحبابي في المغرب، أحبابي في كل مكان في وطننا العربي الجريح الحبيب. إن شاء الله الله يجمع شمله ويتوحد ويحكم العالم إن شاء الله يا إخوان. هدف الكورونا هذا راح يروح على الفاضي وما راح يقدروا علينا، واحنا اقوى منهم باذن الله. احنا راح نستمر وراح نضلنا عايشين حياتنا، امالنا ايماننا بالله اقوى، ومع بعض نتخطى الطريق. تحياتي لكم، قول على دلعونا وعلى دلعونا، هاي الثاني اجمل ما يكون، اولها صنعوا صفقة القارن، اخرها عملوا فيروس كورونا. حكي فاضي، تحياتي.